يد الخير الكويتية البيضاء تمتد بالعطاء إلى كافة بقاع الأرض لمساعدة المحتاجين والمنكوبين مهما كانت التحديات والعقبات. ولا عجب في ذلك، فالكويت مركز للعمل الإنساني وأبناؤها يسيرون على درب حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه قائد العمل الإنساني. نعم، عطاؤها هذه المرة كان في القرية الكويتية الخيرية بجاكرتا، حيث وضعت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالتعاون مع فريق مرايم الخير، وضعت حجر أساس 6 فصول دراسية ودار للأيتام. استمرارا للأعمال الخيرية التي تعد شاهدا على عطاء الكويت وشعبها الغير محدود ومبادرتها في إغاثة المحتاجين بمختلف أنحاء العالم، والتي توجت بتسميتها مركزا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة، وضعت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبالتعاون مع فريق مرايم الخير ومجموعة من أصحاب الأيادي البيضاء حجر الأساس لبناء 6 فصول دراسية جديدة ودار للأيتام بجانب مسجد داخل القرية الكويتية الخيرية في جمهورية إندونيسيا. القرية ترعى 185 يتيما وتحتضن 1650 طالبا، بالإضافة إلى وجود 10 منازل للمدرسين ومسجدين و3 دور للأيتام. هذا المشروع يعتبر أحد الأوجه المشرقة للعمل الإنساني الكويتي، وليساهم في توطيد العلاقات مع جمهورية إندونيسيا.